السلام عليكم. بالحصة السابقة شرحنا درس فضل الصداقة، بس ضايل علينا حل الفهم والاستيعاب والتحليل. السؤال الأول، على ما تعهد الأصدقاء على الصدقة. السؤال الثاني، لما خاف الأصدقاء حين رأوا الظبي؟ لأنه جاء، هي الجواب، لأنه جاء من بعيد فظنوا أنه جاء للهجوم عليهم. السؤال الثالث، كيف استقبل الأصدقاء الظبي؟ رحبوا به وسألوا عن حاله. السؤال الرابع، ماذا قصد الغراب والسلحفاة بقولهما للجراد هذا أمر لا يرجى فيه خلافك؟ معناها أن هذا العمل خاص بك، خاص من بك للقيام به لأنه يجيده. السؤال الخامس، قال الجرد للسلحفاة لقد أخطأت بالمجيء. لما أخطأت السلحفاة بالمجيء كما يرى الجرد؟ لأنها بطيئة وثقيلة. ب، بما أجابت السلحفاة؟ لا، عايشة مع فراق الأحبة. جيم، ما رأيك أنت؟ أوافقها الرأي لأنهم تعاهدوا على الصداقة. السؤال السادس، وضع الجرد خطة لتخليص السلحفاة من شباك الصياد. ألف، ماذا كانت الخطة؟ الخطة هي أن يتظاهر الظبي أنه جريح وأن الغراب يأكل من لحمه بعد موته، فينشغل الصياد عن السلحفاة، فيأتي الجرد ويقرض حبال الشبكة ويخلص السلحفاة. ب، لما وافق الظبي على دوره في الخطة على الرغم من خطورته؟ لأن أصدقاءه ساعدوه من قبل وهو يرد لهم الجميل. جيم، ما بدي أجاوبه، ما بدي هذا السؤال. السؤال السابع، استخرج من النص ما يؤكد معنى البيت الآتي: تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. الذي يؤكد معنى هذا النص، هي في النص موجود اللي هي: الجميع اتفق على تخليص السلحفاة من الشبكة، فلا يستطيع كل واحد منهم تقديم المساعدة وحده دون مساندة الآخرين. 8، اقترح عنوانا آخر مناسبا للنص: التعاون. وهيك بكون احنا انهينا مادة اللغة العربية للصف السابع. وأي سؤال يمس بدكم إياه في مادة العربي تسألوني على الجروبات، والله يعطيكم ألف عافية.